أهلا بيكم وحلقة جديدة وإزاي نستعد مع رمضان. معاكم الدكتورة نادية، وأول حاجة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. إحنا خلاص إن شاء الله بادئين شعبان بكرة أو بعده بالكتير، وإزاي بقى نستعد لرمضان. أول حاجة إزاي نستعد روحانيا. أولا النية، لازم نعقد النية إن إحنا ربنا يتقبل أعمالنا وصيامنا ويكون رمضان بركة وخير لنا كلنا. النية هتعيننا على إيه بقى؟ هتعيننا على كل الأعمال اللي هنعملها. طيب أنا أدخل رمضان إزاي؟ في إحدى السنين كده بقول لزميل ليا، أنا بقى في رمضان ده عايزة بقى أصلي تهجد وتراويح و و و قال لي طب أنت هتنزلي الماتش إزاي؟ فوقتها استغربت من الكلمة ماتش إيه؟ قال لي كأنه ماتش، أنت دلوقتي لو نازلة تلعبي ماتش كورة مش لازم تحضري قبلها؟ قلت له طب إيه المفروض إن أنا أعمله؟ انا نبدا. قال لي انك انت تبداي نفس اللي هتعمليه في رمضان، ابداي كده بالتدريج عشان لما يجي الاسبوع اللي قبل رمضان تكون انت خلاص في الفورمه. الفورمه اللي هي ايه بقى؟ ان احنا ممكن نصوم يوم او يومين، 3 4 في شعبان. نقدر ان احنا نصلي تهجد كده، نبدا بقى يعني نصلي قيام ليل يومين 3 في الاسبوع لغايه ما يجي الاسبوع الاخير اللي قبل رمضان، ونلاقي نفسنا بنصلي تهجد كل يوم او قيام ليل كل يوم. الحاجة التانية إن إحنا كمان نبدأ في قراءة القرآن من دلوقتي، خلاص نعمل ختمة في شعبان، بيبقى كل يوم إحنا بنقرأ قرآن، حتى لو ما لحقتش تكملها ادخل بيها رمضان وخلصها في أول رمضان واعمل إن شاء الله ختمة تانية. الروحانيات مهمة جدا يا جماعة، إن إحنا نبدأ نعظم كل ده معانا مع نفسنا إحنا، لأن إحنا لو ما عملناش كده هنلاقي شعبان ضاع ورمضان كمان دخل هيضيع مننا. فدي أول حاجة، يبقى دي الروحانيات ودي مهمة جدا. لكل الستات حبايبي بقى اللي هم عايزين يحضروا حاجات في المطبخ ونبقى جاهزين ونبقى، أولا ده رمضان أكل أو غذاء روحي بجد، هو مش أكلات وعزايم، يمكن هي فرصة حلوة نتجمع. طيب عايزين ندلع الولاد شوية، كل ده ما فيهوش مانع، ولكن ما نديش إيحاء لولادنا وللناس اللي حوالينا ان لا ده احنا العزايم بقى كلها هي ده رمضان ده بتاع الاكل والعزايم. بجد حرام قوي، رمضان شهر اجمل من كده بكتير. طب نحضر نفسنا ازاي؟ يا ريت برضه نعمل كده افكارنا ونبدا نحضر حاجاتنا ونظبطها بحيث نحطها مترتبه ومتستفه ومتظبطه في الفريزر، وعندكم كم من الفيديوهات في اليوتيوب اللي تقدر تساعدكم ان تحضري ده ازاي وتعملي لحومك تكون عاملاها ازاي و و و بحيث تبقى الدنيا سهلة وبسيطة. يبقى انت بتدخلي المطبخ بس من ساعة لساعتين ماكسيمم في البيت زي اي يوم عادي واقل. يبقى اللي بيزيد عليكي يمكن ديلي شوية شوربة، ديلي ان يبقى في سلطة دايما، شوية خشاف زيادة بس يا جماعة، لكن مش اصناف وانواع، ده احنا بنصوم بجوارحنا وبنصوم بكل حاجة. فدي من الحاجات المهمة جدا، أبدأ برضو من دلوقتي أعود نفسي على كده، على تقسيم حاجتي وتجهيزها وتوضيبها. قدرت أوفر حد يساعدني في رمضان يساعدني، ما قدرتش أنا برتب يومي بالشكل ده. مهم جدا إن يكون عندي الورد بتاعي، ورد قراءة القرآن وورد الأدعية وورد الحفظ. حضروا الأدعية بتاعتكم من دلوقتي، رمضان يجي يبقى كل يوم وانا بكسر فطاري ليا دعوه. لو عندي حتى اي عذر مش بصوم، انا معظم رمضان ما بعرفش اصوم من ساعه ما خدت الكيماوي، وانا معظم رمضان ما بقدرش اصوم. بحاول اصوم طبعا على قد ما بقدر، يوم يومين 3 4 بس، بتصدق بخرج نيه بنيه طبعا افطار الصائم، بطلع عن الايام اللي انا بفطرها طبعا، بقرا القران، بقول الورد بتاعي وهكذا. فعينوا الناس وتجمعوا مع الصحبة اللي تقدر تعينكوا فعلا. طب الرجالة بقى حبايبي اللي هو يعني بقى السجاير والحاجات دي، يا ريت ناخدها فرصة وتكون هي فرصة ان احنا نقلل من السجاير، نلغيها خالص. برضو نعمل نفس القصة، ان لو ليا اي مشاوير ليا اي التزامات افضي نفسي بقدر الامكان. ده شهر عبادة، شهر ما بيجيش كتير، اللهم بلغنا رمضان بجد. ولادنا نعمل معاهم ايه؟ نساعدهم ونعينهم ونكون الرول موديل ليهم، ما نجيش نقول لهم لا ده احنا بقى رمضان ده انا هيصك قطايف ومكسرات و و و. نكلم ولادنا باللغة اللي رمضان احتاجها،
ان احنا بنصوم، عن ان احنا نكتب، نصوم عن ان احنا غيبة للناس، نصوم عن حاجات كتيرة قوي. بالعكس، ايه اللي مطلوب في رمضان؟ ان احنا نتواصل باهلنا وصلة الرحم، وان احنا نتصدق من هدومنا ومن فلوسنا ومن حاجات كتيرة قوي عشان تيجي العيد ومعانا الفرحة بتاعة الطاعة بتاعة رمضان. حبيت اقول ده النهاردة ليه؟ حبيت اقوله عشان ما يضيعش رمضان. رجب خلاص خلص، كل سنة وانتم طيبين. نهار بكرة اخر يوم، وممكن تكون خلاص، مش خلاص خلص رجب. فاللهم تقبل اعمالنا منا ومنكم، ومنتظراكم ومنتظرة تعليقاتكم، وتابعونا. واكيد في حلقات مميزة جدا في رمضان مع الدكتورة نادية وقناة احنا نقدر. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعود عليكم الايام بخير، واللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. كل سنة وانتم طيبين، دكتورة نادية عبد العال وإحنا نعم.